الأمير هاري يفقد أعصابه ليلة وفاة الملكة إليزابيث بسبب زوجته ميغان ماركل، شجار وقع بينه وبين والده. تتواصل التقارير التي تكشف أسرار عن علاقة أفراد العائلة الملكية البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتحديداً علاقة كل من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بباقي أفراد العائلة، وتأثير تواجدهما بينهما طيلة فترة مراسم وداع الملكة. وجديد هذه التقارير كان الحديث عن شجار وقع بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز الثالث، وذلك بعد رفض الأخير لانضمام ميغان ماركل لباقي أفراد العائلة يوم وفاة الملكة. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هاري كان يرغب في تواجد زوجته ميغان ماركل معه مع العائلة في قلعة بالمورال حيث توفيت الملكة، إلا أن ما حصل هو تواصل والده الأمير تشارلز معه والطلب إليه عدم تواجد ميغان لأن ذلك غير مناسب في الوقت الحالي. وذكرت صحيفة ذا سن البريطانية بهذا الخصوص أنه بعد الخلاف الذي نشب بين الأمير هاري وعائلته لكي يسمحوا له بإحضار زوجته ميغان ماركل، فقد فاته موعد الطائرة التي كانت ستقله إلى اسكتلندا، وبسبب غيابه استقل كل من شقيقه الأمير ويليام وعمه أندرو وإدوارد طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ووصلوا إلى القلعة. Try this one. Just a little bit. فيما بقي هاري محاولا إيجاد وسيلة لكي تنقله إلى المكان، حيث وصل أبردين في تمام الساعة 6:35 بعد إعلان خبر وفاة الملكة بخمس دقائق. وكشفت صحيفة ذا سن أن الأمير هاري شعر بغضب شديد بسبب تأخره في الوصل نتيجة منع زوجته من مرافقته، وهو ما دفع إلى رفض تناول العشاء مع والده وشقيقه. وعمد هاري إلى تناول العشاء مع عميه أندرو وإدوارد بالإضافة إلى سوفي وكونتيسا ساكس في قلعة بالمورال قبل أن يغادر في صباح اليوم التالي. ومن ناحية أخرى كان تصدر خبر طلب ميغان ماركل مقابلة الملك تشارلز على انفراد عناوين الأخبار. وفي التفاصيل فقد ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن المراسل والخبير في الشؤون الملكية نيل شون قوله إنه سمع من مصدر جيد للغاية أن الممثلة الأمريكية طلبت إجراء محادثة خاصة مع الملك تشارلز. وأضاف بعد جنازة الملكة ماركل طلبت عقد اجتماع وجها لوجه مع الملك لرأب الصدع قبل عودتها مع زوجها إلى كاليفورنيا.